انت بتفكري في ايه؟ ايه يا عزوز؟ ده احنا قلنا الكلب الاجرب. نفذي خلصيني. يلا يا عزوز. يلا يا خال. اسمعي، خلصي على الغالي ابن الغالي. خالتي. يلا يا عزوز. يا خال جاي اهو. كنت زي كده بتنكد من مرة، بس بعد كده هيبقى كيف عندك نقطتين السم في الأكل. زود الكمية وقلل الحنيه.